وبالعودة إلى الملف اللبناني، ينضم إلينا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية. أهلا بك دكتور طارق. إذن يعني تمديد لعام آخر لقوات اليونيفيل في لبنان، كيف يشكل ذلك فارقا في هذه الظروف؟ يعني تحياتي بداية. طبعا التمديد لليونيفيل كل سنة هذا حاصل منذ العام 1972، نعم، عندما دخلت قوات اليونيفيل عقب اجتياح الكيان الإسرائيلي لجنوب لبنان، وتطور هذا الأمر في العام 2006 عندما توسعت مهام اليونيفيل والدائرة الجغرافية التي كانت يعني محصورة في منطقة صور وبنت جبيل والحافة الأمامية أو الشريط الحدودي المحتل. طبعا كل سنة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير في وظيفة اليونيفيل ومهامها، بمعنى أنها تريد أن يكون دور اليونيفيل أكثر صدامية مع أهالي الجنوب ومع المقاومة في الجنوب، وتتفلت من كل الرقابة الموضوعة، بمعنى أن ما لا يستطيعه الإسرائيلي أو لا يستطيع الإسرائيلي فعله في منطقة اليونيفيل أو جنوب نهر الليطاني فعلى يعني ما يستطيع الإسرائيلي فعله على اليونيفيل أن تؤدي هذه الوظيفة. فلذلك كان الأمريكيون يريدون في هذه المرحلة أيضا أن يكون القرار ممتدا فقط إلى أو محصورا بثلاثة أشهر، بمعنى لاستنادا إلى الرأي القانوني والنص، لأنه عندما تكون هناك بؤرة فيها نزاع أو توتر أو حرب نأخذ قرارا لثلاثة أشهر ثم ننظر في القرار بعد توقف هذه الحرب، وهذا ينطبق اليوم على الجبهة الشمالية. طبعا يعني تم رفض هذا القرار، وحاول الأمريكيون اللعب على بعض المفردات اللغوية، بمعنى أنه كان منطوق القرار 1701 يقول بوقف الأعمال العدائية بين الطرفين. نعم. اليوم تغير هذا المصطلح ويعني وضعوا مصطلح جديد هو العمل على وقف الأعمال العدائية، يعني ليس ملزم مجلس الأمن بأن يوقف الأعمال العدائية. هذا عم بحكي على 2006. فاليوم كل فترة يحاول الأمريكيون أن يستغلوا فترة التمديد للطوارئ أو لليونيفيل لكي يطرحوا صيغا جديدة. السنة الماضية أيضا كانوا يريدون توسيع مهمة اليونيفيل ووضع أبراج مراقبة أكثر والدخول إلى الأماكن الخاصة الزراعية من دون إذن الجيش اللبناني ومن دون مواكبة الجيش اللبناني. كل ذلك حقيقة لكي يتحول أو تتحول وظيفة اليونيفيل إلى وظيفة جاسوسية عند الإسرائيليين، وهذا لم يرضى به يعني ترضى به الأمم المتحدة أيضا، لأنها تعرف تداعيات هذا الموضوع على كل الواقع السياسي والأمني والعسكري على اليونيفيل في المنطقة، منطقة الانتشار، وسيكون اصطدام بين الأهالي وبين القوات الدولية عند تجاوز صلاحياتها وتجاوز مهامها ووظيفة وجودها منذ العام 2000. يعني عدا عن هذه النقطة، يعني كيف يتعامل أو ما الذي من الممكن أن يكون مفيد بالنسبة لإسرائيل من وجود أو تواجد اليونيفيل في لبنان وهي لا تثق أصلا بأحد؟ يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية.